السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الإخوان اللي غادي نهضروا على التوربو ديال السيارة الإخوان، أولا كيف كيتسمى يعني الاسم الكامل ديالو هو توربو كومبريسور الإخوان. كما كتعرفوا كاين السيارات المازوت اللي فيهم توربو، كاين اللي ما فيهمش، كاين اللي نورمال، كذلك السيارات ليسانس كاين اللي فيهم توربو كاين اللي ما فيهمش الإخوان. دابا في السنوات الأخيرة ولينا كنشوفوا السيارات اللي مازوت وعندهم موتور صغير وكذلك فيهم تيربو الإخوان، بحال داسيا، بحال الفورد فيستا إلى آخره الإخوان، وعكس السيارات اللي إيسونس فالتيربو كيكون الإخوان هي اللي عندهم الموتور كبير، بحال دابا مثلا هوندا أكور ولا شي حاجة كيكون عندهم اللي فيها التيربو، ما يمكنش نلقاو كيا بيكانتو فيها تيربو الاخوان، المهم كتكون الموتور ديالها صغير داكشي علاش. اما دابا ولينا كنشوفوا محركات صغار ديال المازوت فيهم تيربو، عطيتكم مثال الاخوان. التيربو الاخوان تم الصناعه ديالو تقريبا في عام 1900، هو كان متخصص الاخوان يعني المخترع ديالو كان جاتو الفكره باش يكون في الطائرات، ولكن مع السنوات الاخوان تحولت هذيك الفكره ولاو كيديروه حتى في السيارات. الدور ديالو الاخوان هو كيعطينا واحد الدفعه، يعني مثلا دابا الا قبضنا جوج سيارات وحده، غادي نهضر على المازوت وهادشي كينطبق على الليسانس الاخوان، مثلا جوج سيارات ديزل وحده ما فيهاش تيربو والاخرى فيها تيربو، فاللي فيها تيربو كتكون اسرع على هذيك اللي نورمال الاخوان، هذه حاجه طبيعيه. تيربو الاخوان الدور ديالو كما قلت لكم هو هاد القضيه ديال على ود السرعه. كيفاش كيخدم؟ هذا هو السؤال الاخوان، وهو كيبغي واحد لونتروتيان، يعني واحد العنايه خصو الزيت ديالو، يعني مثلا راه كنت شرحت في لي فيديو الاخوان الزيت اللي كتكون واحد النورم اللي دارها لك الصانع راه عارف علاش عطاك ديك النورم، حيت دابا مثلا كتلقى واحد السياره اللي فيها التيربو وكينظموا لها كيدير لها 15 دبليو 40 او لا 10 دبليو 40، هذوك الاخوان هذوك زيوت سومي سانتيتيك، يعني مينيرال، نص مينيرال ونص سانتيتيك الاخوان. هادوك الزيوت اللي كيكونوا سومي سانتيتيك هادوك كيكون فيهم الاخوان واحد العناصر او واحد المواد كيكونوا مرتفعين، هادوك هما اللي كيديروا لنا الكالامين، وهذاك الكالامين الاخوان كيدوز للتيربو. فالى رجعتوا بحثتوا في هذه القضيه وشفتوا لي فيديو في يوتيوب وشفتوا في جوجل وبحثتوا، غادي تلقاو بان جميع المصنعين ديال السيارات كينصحوا بان الطوموبيلات اللي فيهم التيربو خص يدير لهم يا اما 45 يا اما 35 الاخوان، باش تعرفوا هذه القضيه. حيت علاش؟ هاد الزيوت هادو كيكونوا 100% سينتيتيك، يعني مصنوعين في مختبرات، وهاد المختبرات هاد الزيوت هادو ما كيكونش فيهم واحد النسبه عاليه كمثال الكبريت. دابا الى قبضنا مثلا ديس دبليو في 40 فيها الكبريت عالي على 35، هذاك الكبريت وما زائد مواد اخرى هما اللي كيديروا لنا ديك لاسوي، داك الكالامين، داك الكحوليه اللي كتكون في لوجيير وداك الشيء، واحد النسبه كتقدر تدوز لينا مع دوك لي غاز ديشابمون، راه هي اللي كتلصق في الفاب. علاش كيقول لك الفاب تخنق؟ راه تخنق بهذيك المشكل ديال كيكون ديال الزيت الاخوان. وتا التيربو هذوك لي توربين ديالو لداخل، الاشاره في ان التيربو راه فيه واحد بحال المروحه لداخل، هذوك لي توربين الاخوان راه كيدوروا تقريبا 200 حتى 200 الف دوره في الدقيقه، باش تعرفوا يعني واحد دوران، يعني داكشي خيالي الاخوان. داكشي علاش كنصح الناس اللي عندهم سياره تيربو ضروري يا اما ال 45 و 35، ومن الاحسن تتبعوا النصائح ديال المصنع ديال السياره والكتالوج، كتشوفوا النورم اللي طالب لكم، راه هما عارفين علاش بان طالبين لكم داك الزيت، حيت الطوموبيل فيها يعني فيها وفيها وفيها فيها الفاب، فيها تيربو، فيها الى اخره. كيفاش كيخدم الاخوان؟ كيخدم مثلا الطوموبيل ملي كديماري كيفاش كتخدم المازوت، نعطيكم مثال المازوت. ملي كديماري الطوموبيل يعني كيدوز المازوت مع في ديك الغرفه الاحتراق لا شومبر دو كومبسيون، كيدوز لنا الهواء زائد المازوت، وكتتم عمليه ديال الاختلاط ديالهم، وكتتم عمليه ديال الاحتراق. الاحتراق بطبيعه الحال كينجمع له واحد الدخان، هو داك الدخان اللي كتشوفوا ديال اللي كيخرج من الشاكمه. السيارات العاديين هذاك الدخان كيخرج عادي، صافي تمت عمليه الاحتراق، لي بيستون كيطلعوا هبطوا، الروايد صافي كيبقاو يدوروا، صافي الطوموبيل غادا وداك الاحتراق غادي وداك الدخان صافي كيخرج. لا، عكس السيارات اللي فيهم التيربو الاخوان، السيارات اللي فيهم التيربو هذاك الدخان قبل ما يخرج لنا من الشاكمه ويدوز من الكاتاليزور ويدوز من الفاب وعادي يخرج، كيدوز لنا من التيربو عن طريق واحد لي دوريت، ياك واحد لي دوريت كيدخلوا لنا لهذاك التوربين، هذاك التوربين قبل ما يوصلوا لنا بعدا لي توربين كاين واحد
واحد البياسه الاخوان كتسمى باللغه الانجليزيه ويست جيت. انا نكتبها لكم ويست جيت، او كاين اللي كيقول لها هنا البابيون ديال التيربو، او كاين اللي كيقول لها بحال راه بعض الخطرات واحد السيد قال لك لو جير ديال التيربو، كاين كلمه غلطه حيت لو جير بوحدو. المهم هي بياسه انا نوريكم كيفاش دايره. هذيك هي اللي كتحدد لينا النسبه ديال الغاز، داك انبعاثات الغاز ديال المازوت الاحتراق الدخان، هذيك هي النسبه اللي كتعطينا. بحال دابا مثلا واحد السياره غتمشي 60 كيلومتر ولا 70 كيلومتر في الساعه غاده، فهذاك الباب، هذاك نقول لكم انا باب، هذاك بابيون كيتحل على حسب النسبه ديال السرعه. انت كنتي مثلا غتمشي ب 120 ولا 140 كيلومتر في الساعه، فهذاك الباب غيتحل كامل باش النسبه كبيره ديال الدخان تدخل، كتعاود تدخل لنا لهداك التيربو. هذوك لي توربين كيدوروا لنا هذاك الغاز، كتولي لا كومبريسيون، هذيك لا كومبريسيون ديال الغاز كترجع لنا هذاك الغاز اللي تحرق المره الاولى، كيرجع يدخل لا شومبر، ديك الغرفه الاحتراق، كيعاود يتحرق باش الطوموبيل هنا كتولي بحال قلتي جوج خطرات كيتحرق هذاك الغاز. ديك الساعه كتولي الطوموبيل كتجري اكثر من السياره اللي ما فيهاش التيربو. الاخوان نتمنى تكونوا فهمتوني في هذه القضيه هذه. المهم هذا هو الدور الاخوان الوحيد ديال التيربو. بالنسبه للسيارات كاين اللي عندهم الاخوان اللي عندهم تيربو كبير او اللي عندهم موتور كبير، فكنلقاو عندهم واحد الرادياتور سبيسيال، هذاك الرادياتور سبيسيال ديال التيربو اللي كيتسمى الانتركولر. الانتركولر دابا ندير واحد الحلقه عليه، هذاك الانتركولر فالدور ديالو كيبرد لينا التيربو الاخوان. راه كتقدر توصل لدرجه الحراره بزاف الاخوان، درجه الحراره عاليه وعاليه جدا. راه بعض الخطرات الا جينا نديرو كاميرا اللي غتصبر لديك الحراره، فهادوك لي توربين الاخوان، الناس اللي كيمشيو ب 140 ولا 150 كيلومتر في الساعه في لوطورود، هادوك لي توربين راه كيقدروا يولوا اللون ديالهم احمر بقوه ديك درجه الحراره ديالهم الاخوان. وكنتمنى الاخوان نكون فدتكم في هذا الفيديو. وبالنسبه للمشاكل اللي كتعرف شنو هما يعني الحوايج اللي كيطراو باش كتعرف بان التيربو ما بقاش، يعني الا جينا نقولوا صافي خسر، اول حاجه هو داك لو سيفلمون، داك الصداع، ما حدك انت كتكسيرو كتسمع، كتبقى تسمع فس، هذا كيكون من التيربو الاخوان. زائد حاجه اخرى بالنسبه للتقلاب، راه ملي كيمشي لعند الميكانيسيان ساهل، راه كتقلب هذيك الدوريت كيشد فيها الميكانيسيان، الا كانت فيه شي فويت ولا كان فيه شي مشكل ولا شي حاجه، هذيك الدوريت ملي كتكسي كيقول لك ميكانيسيان كسيري، الا تنفخات الدوريتا، الا تنفخات كتعرف بان راه التيربو مازال كيريبوندي. الا ما تنفخاتش يعني واخا كتكسيري ديك الدوريتا بقات حابسه، يعني ما كتنفخش، راه عادي، يعني راه كاين شي مشكل في التيربو، اسمحوا لي كاين شي مشكل في التيربو. بالنسبه قلت لكم المشاكل، هذاك الصوت اللي قلت لكم، زائد الطوموبيل كتولي كتفشل في الطريق. الناس اللي عندهم تيربو ردوا البال، راه كاين بزاف اللي كيمشي القضيه ديال ربما لي زانجيكتور، ربما الفلتر مخنوق، ربما راه حتى التيربو كيكون دايرها الاخوان، كيكون فيه شي بلوكاج، اولا كيكون ديك التوربينه صافي ما كدورش مزيان، كيدير هذا المشكل هذا. زائد قلت لكم مثلا كتكون الطوموبيل في الحدره كتمشي مزيان، في العقبه تقدر يدير حتى التيربو الاخوان. المهم عنده بزاف ديال هاد الثلاثه بالاسباب الكبيره اللي كتعرفوا بان التيربو فيه مشكل، هما الثلاثه اللي ذكرت لكم الاخوان. ايوا الاخوان، المهم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وكنتمنى الناس اللي ما مشتركينش في القناه يشتركوا لتعم الفائده. وبالنسبه اللي عنده شي سؤال يخليه ليا في التعليقات، والواتساب ديالي الاخوان راه عندكم، واللي ما عندوش راه هو 06 61 05 05 46. الى اللقاء الاخوان في فيديو اخر.